واش الدراري مالك اخو السياسي نعاودوها واش الدراري معكم ياسر كيف ديما فيديو جديد اش اخباركم الدراري اش اخباركم الدريات نتمنى نتوما تكونوا بصحه جيده لا نتوما لا الحيوانات ديالكم اريح صاحبي شريح اخباركم الدراري اش هاد الغبره صراحه انا اللي غبرت ماشي نتوما اللي غبرتوا الحمد لله نتوما ديما كاينين معايا في فيسبوك وفي انستغرام ديما مسانديني وديما مسانديني لي لي ميساج خي ياسر فين غبرتي علينا خي ياسر رفع ديرنا لي فيديو وها حنا رجعنا صراحه من بعد شهرين وي شهرين ما لحقتش فيديو دو موا والله الا انا توحش ندير لي فيديو انا توحشت لي كومونتير ديالكم انا توحشكم الدراري دونك ان شاء الله ولينا ورجعنا اننا غنديروا لي فيديو كانت ظروف عمل اللي خلاتني ما نديرش لي فيديو ما كنتش كنسى صراحة الله غير خدمة سيمو كنشوف كشريكي دونك حنا رجعنا باش نديرو لكم دي فيديو دونك مرحبا بكم الخوت الو الفيديو ديال اليوم محبوب الجماهير افانتيا الغني عن التعريف اللي الدراري كاملين كيعرفوا جوبونس تقريبا 70% حتى 80% ديال الدراري اللي كيديروا لا فيم او اللي كيديروا لي رفاج على ما كيعرفوا لافانتيا الغني عن التعريف هو واحد لابودغا ولا واحد لاباط كيوكلوا بها الفريقات الصغار وكلت بها بلو وكلت بها كاع الفرق تقريبا اللي دازوا عندي صغار وكلت بها لي كاناري لي كالوبسي لي سانسيباغاف الحمد لله زازلوس ولكن مؤخرا لاحظنا واحد الارتفاع صراحه بزاف فريمون ارتفاع بزاف في الثمن ديال هاد البرودوي هذا ارتفاع ماشي 10% ماشي 20% ماشي 30% ماشي 50% ماشي 60% زاد 100% وكثر كاع كان كيدير 150 درهم ولا كيدير 200 درهم 250 300 350 وصل حتى 400 درهم دونك هذا الارتفاع هذا الفجائي اللي طرا في هاد البرودوي هذا اللي صراحه الدراري كلهم كيخدموا به وانا حاليا ملي طرا هاد المشكل هذا وزاد هاد الثمن ما بقيتش شريت وصراحه الله تنحلوا هذا المشكل هذا عاد غادي نشري دونك الفيديو اليوم الخوت على الافانتيان جينا نحلوا هذا المشكل هذا في هذا الفيديو هذا غادي نجاوبوا على اربعه ديال الاسئله السؤال الاول واش هذه الزياده كاينه ولا ما كايناش هذه الزياده في هذا البرودوي هذا افانتيان واش كاينه ولا ما كايناش ثاني حاجه اشنو السبب شنو السبب اللي خلى البيعه والشرايه يزيدوا في الثمن ثالث سؤال اش كتقول فيرسيلاغا فيرسيلاغا هي الشركه ديال افانتيان فيرسيلاغا اش كتقول واش هذه الزياده كاينه ولا ما كايناش كيف ما الناس اللي متبعيني فيسبوك وفي انستغرام غادي يكونوا عارفوا اش قلت لهم الو انا مشيت كونتاكتيت فيرسيلاغا صيفط لهم ميساج غادي نوريه لكم ونقرا عليكم وتشوفوا شنو باش جاوبوني وصراحه صدموني ورابع سؤال واخر سؤال هو اشنو هو الثمن الحقيقي ديال الافانتيان وبشحال خاصنا نتقداوه من عند مول المحل الو نجاوب على اول سؤال هو هاد الزياده هادي واش كاينه ولا ما كايناش الو الا طابيتي افانتيان نوتريبور افانتيان وتشوف لي سيت فرونسي ولا لي سيت امريكي كاع السيتات اللي كيبيعوا الافانتيان غتلقى بلي الزياده ما كايناش حتى سيت حتى سيت مازال في الثمن كاين 11 اورو كاين 12 اورو كاين 13 اورو كل سيت شحال كيبيع هذا هو الثمن اللي كاين في لي سيت دونك كنقول لكم السؤال الاول ها حنا جاوبنا عليه الزياده ما كايناش كاينه غير في المغرب ما عرفتش علاش حنا غنجاوبوا علاش السؤال الثاني اشنو السبب ديال هذه الزياده هذه وعلاش هاد البيعه والشرايه هذه زادوا علينا 100 درهم و150 و200 درهم في البرودوي هذا كاين جوج ديال الاجوبه على هذا الجواب الاول كيقولوا بلي لا ما كاينش ما بقاش اش نديرو زادو في الثمن حيت اصلا ما بقاش ثاني جواب واحد الصديق ديالي عنده صاحب وعنده محل في الاخرى سولو قال لي علاش هذا السبب هذا قال لي شفنا في جوميا بلي الافانتيا ولا ب 400 درهم دونك هادو كيبيعوا ب 400 درهم وحنا نبيعوا ب 150 درهم ما جاتش اش غنديروا حتى حنا نطلعوا الثمن وهذا صراحه هو الجواب اللي جاوبني به واحد الصديق اللي عنده صاحب وعنده محل في الاخرى ما عرفت جاتني انا باس لهاد العيبه هادي اصلا حنا شكون اللي قال لنا اصلا ماشي هما اللي داروا ديك لانونس في جوميا باش هما يبرروا هذا الامر هذا والله اعلم عاوتاني المهم 400 درهم اصلا هذه تخربيقه انا كتب لي تخربيقه حتى كتربح اكثر من الشركه 400 درهم بزاف دونك هادو هما السببين اللي كاينين قال لك حيت شافوا في جوميا ب 400 درهم حتى هما زادوا الثمن والجواب الثاني هو قال لك ملي ما بقاش ما ولا قليل ولا كذا ولا كذا ولا كذا ما عرفتش انا الصراحه انا هاد الجوابين هادو ما قنعونيش انا هادو جاوني تخربيقه الو دابا غندوزو للسؤال الثالث اللي كيتسناو الدراري كاملين اش كتقول فيرسيلاغا في هاد الزياده هادي الو اش كتقول فيرسيلاغا في هاد الزياده هادي صيفط لهم ميساج بغيت يطلع لكم ميساج انتوما هنايا باش تقدروا تقراو معايا او ميم طون قلت لهم بونجور جو سوي مسيو ياسر نعيم يوتيوبر ماروكان كونو سو لو نون دو ياسر فلوغ قلت لهم السلام عليكم معكم ياسر هذيك اللي كنديرها في يوتيوب قلت عليهم معكم ياسر نعيم معروف في يوتيوب بسميه ياسر فلوغ جو في دي فيديو سور لي زانيمو اي سورتو لي زوازو قلت لهم كندير فيديوهات على الحيوانات وبالخصوص فيهم
dans notre passion, moi et mes fans, on utilise souvent le produit NutriBurst A21. Si on m'offre l'hiwaya d'yana, ana, ou les fans d'yali ou les moutachabbi'in d'yali, qu'on s'amlou bzèf l'A21. Que j'avoue que c'est un bon produit. L'ikan a'tarif annahu produit mzian. Mais dernièrement, on a constaté une augmentation considérable dans le prix. Walakin mouakharan, lahna wahed ziyada li kbira f'tamen li l'had le produit hada. Avant, on achetait le pot 150 dirhams. Maintenant, le prix a augmenté de 100 dirhams de plus. Ce qui fait 250 dirhams, mais plus dans certains magasins. Si on blé, chal hadik n'a qu'un achdo 150 dirhams. D'abord, c'est 100 dirhams ou ktar. Qui li kibé ou 250 dirhams ou qui li les boutiques li kibé ou ktar men 250 dirhams. Au nom de mes fans et de ma communauté, on aimerait bien savoir la cause de cette hausse des prix considérable, sachant que les prix en Europe n'ont pas augmenté. Gdlihom b'ismi ou b'ism moutachabbi'in diali, bghina n'arfo ashnou sabab li khalla hadou produit hada yzad bhad thaman li bahi vraiment tzad bzaf. Ma tzadch 10 dirham, ma tzadch 20 dirham, ma tzadch 30 dirham, tzadch 100 ou 150 ou 200 bzaf. Je viens de contacter le site Versailles Laga, Belgique. En attendant une réponse précise, merci bien, merci de vouloir nous répondre, monsieur Yasser Naïm, cordialement. نحاول نقول لكم اش قلت في هذه الرساله. قلت لهم معكم ياسر نعيم يوتيوبر كندير دي فيديو في يوتيوب على الحيوانات وبالخصوص على الطيور. كنا كنشريو الافانتيان 150 درهم انا ولي فانز ديالي ودابا ولا ب 250 ولا زاد فيه اكثر من 100 درهم وكاين لي بوتيك اللي زادوا فيه 150 200 درهم. بغينا نعرفوا اشنو السبب ديال هذه الزياده هذه. نتمنوا تجاوبونا في اقرب وقت. الوغ جاوبونا جاوبنا سي محمد طه برج. هذا محمد طه برج هو الممثل ديال شركه فيرسيل لاغا في المغرب. جاوبنا خونا هذا اش قال لنا. بونجور ميرسي دو فوتر كونتاكت. شكرا انك راسلتينا. نوتر بري غروسيست ما با شونجي. غيطلع لكم الميساج ديالو تاهما. الوغ هنا غنحبسو. ريح بلو عشريك تريح. الوغ هذا السيد هذا محمد طه برج اش قال لي؟ قال لي بلي الثمن ديال الكروسيست يعني الجمله ما تزادتش، يعني في الشركه ما تزادش. كيفاش في الشركه ما تزادش وفي القريعه تزاد؟ وات؟ هنا كاينين اسئله. ملي الشركه حنا دابا غنساو فيرسيل لاغ، ملي الشركه ما تزادتش يعني ما كاينش الشركه ما زادتش في الاثمنه بالجمله. دونك هنا اللي كنفهموا كو الثمن ديال الجمله هنا ما تزادش. الثمن ديال الجمله ملي ما تزادش يعني لو غوفوندور اللي زاد الثمن، يعني مولي الحوانات اللي ربما زايدين الثمن صراحه الله. حيت جو فوا كو ملي هنا كيقول لك الثمن ديال الجمله او الكروسيست ما تزادش يعني بقى الديطاي، حيت كاين الجمله وكاين الديطاي هادشي اللي كاين. دونك هنايا ملي الجمله ما تزادش يعني صحاب الحوانت زايدين الثمن. دونك هنايا بروبليم افخيف، حاولوا تراجعوا راسكم مولي الحوانت. راه كتزيدوا على الشان، ما عرفتش كتبان ليا في شكل الربح ماشي ما تربحش. انت اللي غنقول لك شحال كتاخذوا الجمله؟ كتاخذوا ب 110 درهم كيبيعوا لك غوفوندور 110 درهم 120 درهم. زيد نتايا 30 درهم ولا زيد 40 درهم دير 170 درهم كاع. اشنو تاكل 50 درهم؟ الله يجعل البركه. انت شحال باغي تربح؟ باغي تربح 100 درهم و 200 درهم و 300 درهم؟ اصاحبي خواصه. دونك هنايا غنكونوا جاوبنا على السؤال الثالث ديال اش كتقول فيرسيل لاغا. فيرسيل لاغا كتبان لي حاليا على ما قالوا، على ما قال لنا محمد طه برج بلي لو بري غروسيس ما تزادش. هنا كنفهموا بلي مالي الحوانت اللي زايدين الصرا. دونك مالي الحوانت راعي شويه. خلا واحد خونا كيقول لي رقق رقق. دونك جاوبنا على السؤال الثالث هنايا، اشنو الثمن الحقيقي ديال الافانتيان؟ الو انا بالنسبه ليا صراحه الله كيبان ليا بلي الثمن المناسب ديال الافانتيان حنا نديرو ربما الشيبين غالي. اصلا ما كاينش شيبين دابا، راه كاين غوبريزونتون صاط. كندويو على الشيبين، ملي كندويو على ما كاينش غوبريزونتون كتجيك من الشينوا ولا من الميريكان كتجيك ديريكت للمغرب، ما كاين لا غوبريزونتون لا والو. اما ملي كيكون ممثل ديال الشركه في المغرب صافي، هنا ما كتبقاش تدوي على الشيبين، كتوصل السلعه هنايا للبلاد. ملي كتوصل هنا للبلاد كيفرقها هو على لي غروسيس. المهم هذاك الفيان الاخر كيبان ليا كو هاد الزياده هادي ما عندها ثمن الصراحه. كيبان ليا ان الثمن الحقيقي والثمن المناسب باش غاتاخذ لافانتيان هي 150. حيدو 150 قولوا دابا كورونا، نديرو لهم 160 ولا 170 درهم. حنا نعطيهم 170 درهم والله يجعل البركه، الواحد ما يكبرش قرشو شويه. دونك هي غادي نقول لكم الخوت اللي فات لكم 170 درهم ما تاخذوش من عنده لافانتيان، قولي خليها عندك. حاولت نوضح لكم الامور اليوم، جاوبنا على اربع اسئله. واش هاد الزياده كاينه ولا ما كايناش؟ بيان سور ما كايناش. تقدروا تاكدوا من لي سيت ديال برا ما كاينش الزياده. اشنو
السبب ديال الزياده قال لك باللي لقاو في الجوميه 400 درهم اش غنديروا حنا نزيدوا اش تقول فيرسي لاكا في هذه الزياده هذه فيرسي لاكا قالت لنا باللي اولا هاد السي محمد طه برج قال لنا باللي لي بري غروسيست ما تبدلوش اشنو الثمن الحقيقي ديال الافانديا 170 درهم نعطيوها لهم في هاد الكورونا هذه اما هو 150 درهم انا باش كنت كناخذو انا صراحه ما بقيتش كنتقداه من المغرب كاع معكم صريح كيجيني من بلجيكا ب 12 اورو اشنو شي ديسك عاوتاني جديد مثلا انا كناخذ افانديا ب 12 اورو بخير زازلوس اوريجينال شي حاجه زوينه ما عندي ما نقول تحية لخويا عبد السلام اللي جاب لينا لافانتيان كنشوف كاشيري هذا هو البلان الخوت تمنى الامور تباح اللي قال لكم افانتيان ب 200 درهم 250 300 400 درهم خليه ليه قول ليه بصحتك وراحتك ما تاخذوش من عنده الثمن الحقيقي ما بين 200 و ما بين 200 ما بين 150 و 160 درهم اباغ سا ما كاين حتى حاجه هذا هو البلان الخوت تمنى ان الامور تكون وضحت عارف بلي الفيديو هذا ما غيعجبش واحد العينه ولكن انا كندير لي فيديو باش نوضح الامور ما غيعجب لي فانز ولكن ما غيعجبش البيع والشراية ما غيعجبش المهم لي ريفوندور كدا اللي زايدين للناس هذا هو البلان الخوت تهلاو ليا في راسكم تهلاو في طويراتكم تهلاو في الحيوانات اللي كتربيو السلام عليكم ورحمه الله قبل ما ننسى الناس جداد مرحبا بكم تابوناو وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد ياسر فلوس فيسبوك ياسر فلوس انستغرام مرحبا بكم.